قاعدة أخرى، إياك أن تحزن إذا سلبك الله عز وجل نعمة من النعم. ليه؟ لأن الله ما سلب عبده نعمة إلا عوضه بنعمة أعظم. ومرة يسألني واحد يا شغل سماني في الجامعة الكبير، تمام بدري، يقول لي أنت دائما بتقول ما سلب الله عبده نعمة إلا عوضه بنعمة أعظم. قلت له نعم، والآن بكرر لك، أقول لك بكل يقين ما سلب الله عبده نعمة إلا عوضه بنعمة أعظم. قال لي طيب ما هي أعظم نعمة بالنسبة للإنسان؟ قلت له العقل. العقل، لأن العقل هو الملكة الوحيدة التي فضل الله بها الإنسان على سائر الخلق، فضله على الملائكة وفضله على الحيوانات وعلى النباتات وعلى الجمادات وحتى على الجن الذي يشارك الإنسان في تصرفات الاختيارية، لأن الجن لا عقل له، عنده ملكة تناسب العقل في الإنسان، لكن الله ميز الإنسان بالعقل. قال لي طيب المجنون الذي ملك أعظم نعمة وهي العقل، المجنون ستر عقله، دي أعظم نعمة. ما هي النعمة الأعظم التي عوضها الله المجنون بعد ما سلب عقله؟ سؤال، مش ورطة دي؟ مش ورطة؟ أنت تقول أعظم نعمة عند الإنسان العقل، لأنها مناطة التكليف، إذا غاب العقل لا تكليف، صح؟ طيب المجنون ده عوضه شنو؟ قلت له والله والله عوضه الله بنعمة يبحث كل العقلاء عنها ما يلقوها. ما هي أعظم نعمة يطلبها الكل؟ أن أفعل ما أشاء ولا أحاسب. أي زول جيب الرئيس قل له أمنيتك شنو؟ أطلع من السودان ده بالراحة كده من الحكم ده، تنازل أقعد في البيزو اللي حاسبني ماي. فأعظم أمنية يتمناها الإنسان أن يفعل ما يشاء، ولا يحاسبه أحد من البشر، ولا يحاسبه الله يوم القيامة. المجنون خدم الأول ولا، ولذلك المرأة التي كانت تعتري حالها فتفقد صوابها ووعيها وتتكشف أمام الناس، وكان الناس يقولون لها ذلك، انت حصل لك كده كده وتكشفت قدام الناس. فجاءت إلى سيدنا رسول الله، قالت يا رسول الله تعتريني حالة وأتكشف عن ملابسي، أسأل لي ربنا. قال يا فلان إن شئت صبرت ولك الجنة. يعني إن شئت صبرت على هذا الذي يعتري عقلك، وإن شئت دعونا لك الله، لكننا إذا دعونا لك الله فشفاك حاسبك على كل شيء. قالت يا رسول الله فضلت أن أظل على حالتي حتى أدخل الجنة بلا حساب، ولكنك اسأل لي الله إن اعترتني هذه الحالة ألا أتكشف من الملابس. يبقى إذن إياك أن تحزن وإياك أن تغنط إذا ما سلبت نعمة. ليه؟ لأن الذي سلبك نعمة عوضك في مجالات أخرى، وقد تجد أن العوض أعظم عشرات المرات عما سلب. وصلى الله وسلم على سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرسلت لي أخي الحبيب هذا المقطع لأجيب لك عليه. أولا هو لبشير بن حسين الإمام، وهو من شيوخ الصوفية القبورية الطرقية، وله ورد اسمه العتق، وهذا هو موجود في مجمع الشيخ التوم بالرميلة، وتوفي سنة قبل يعني بالتاريخ الجريجوري، توفي في السادس من الشهر الخامس 2020 جريجوريان كاليندرز. هذا بالنسبة للتعريف به. أما بالنسبة للنقد العلمي لما جاء في كلامه، فكلامه غير صحيح ويخالف صريح القرآن وصريح السنة، لكنه طبعا إنما يقول أفضل نعمة أنعم بها على الإنسان هي العقل. ونقول هذا الكلام باطل، لأن الرجل يأخذ بقول العقلانيين في مثل هذا. وأعظم نعمة أنعم الله بها تعالى على عباده هي نعمة التوحيد، هي نعمة الهداية إلى الإسلام الذي اختاره الله عز وجل لعباده وأمرهم بسلوكه. وآية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، في يوم جمعة، في يوم عرفة، ورسول الله على ناقته القصوى عليه الصلاة والسلام، كلنا يحفظها، جلنا يحفظها، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمته ورضيت لكم الإسلام دينا. انظر ماذا قال أهل التفسير، إن هذا الرجل رجل عقلاني يتكلم بعقله لا يرجع فيها إلى تفاسير أهل العلم.
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره الماتع الذي أنصح به نفسي وإخواني، قال: هذه أكبر نعم الله عز وجل على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره. كلام نفيس، ما يحتاجون إلى الصوفية وإلى القبورية. هذا الرجل له ورد وموجود على صفحات الفيسبوك إلى غير ذلك، هم يتراقصون ويتواجدون في أورادهم الصوفية القبورية المعروفة. طيب، فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه للإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. فلما أكمل الله الدين لهم تمت النعمة عليهم. انتهى من تفسير ابن كثير رحمه الله. الدليل الثاني أن أعظم نعمة هي الإسلام، السورة التي نقرأها 17 مرة في الفريضة، وهي ركن في الصلاة، وهي سورة الفاتحة. قال ربنا عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم. فهنا أعظم نعمة أنعم الله بها علينا أن أمرهم بالإيمان وهداهم إليه، فهؤلاء هم أهل النعمة المطلقة، كما ذكر شيخ الإسلام في جامع المسائل. وقال في مجموع الفتاوى: فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف منة عليهم أن أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وبين لهم الصراط المستقيم، ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام والبهائم بل أشر حالا منها. أرأيتم؟ ولذلك ربنا قال: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فأعظم نعمة أيها الكرام الفضلاء، والأدلة في ذلك كثير، أنك توفق للإيمان، توفق إلى التوحيد. أما تقول مثلا العقل، كم أناس هدوا العقل؟ ابن الراوندي كان ذكيا لبيبا من أعقل قومه، لكنه كان زنديقا، فلذلك قال الإمام الذهبي: مرحبا بالبلادة مع التوحيد، وتبا للذكاء مع الإلحاد، وتبا للذكاء مع الإلحاد. فهذه أعظم نعمة، هي نعمة الإيمان أيها الكرام الفضلاء. الأمر الآخر في مسألة أنه لما ذكر قصة المرأة التي يقول فيها إن المجنون ده أعظم نعمة، أنه يريد أن يفعل كل شيء. المجنون سلب عقله أصلا وليس مكلفا، وهو إن فعل ما فعل فإنما يفعله على غير اختيار، لأنه مسلوب العقل. ولذلك قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: ورفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحترم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقلها. هذا حديث النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أيها الكرام الفضلاء. وهذا رواه من؟ أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، يعني رواه الخمسة إلا النسائي، إلا الإمام النسائي رحمة الله على الجميع. فهذا كله أنهم مرفوع عنهم القلم، مرفوع عنهم التكليف، مرفوع عنهم أن يكتب عليهم ما يفعلون، لأنه لا عقاب عليهم، لأنهم لا يدرون ما يفعل. حتى قالوا إن المجنون لو طلق زوجته لم يقع الطلاق. والإنسان يفقد الأهلية إما بنوم، وإما بجنون، وإما بصغر. طيب، نأتي للأمر الآخر. لما ذكر عن قصة هذه المرأة التي كانت تصرع وتتكشف رضي الله عنها وأرضاها، لم تكن مجنونة، كان فيها لام، قيل كان فيها الصرع، قيل كان فيها الصرع، وهذا فيه فضل الصبر على الصرع
الصبر على الصارع. النبي لما قال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، يعني على المرض الذي ينزل بك، له مرض الصرع، وهذا معروف المرض هذا أيها الكرام في اللي هو الصرع الذي يأتي الإنسان، الإبليبسي هو الذي يأتي للإنسان. وليس أن المرأة أنها كانت مجنونة. والحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين أن هذه المرأة قالت إني أصرع وإني أتكشف، قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك، قالت أصبر لكن ادعو الله لئلا أتكشف. متفق عليه، متفق عليه. إذن المرأة أيها الكرام الفضلاء كانت تخشى من التكشف، الذي هذا الشيخ وقد أفضى إلى ما قدم كان لا يرى بالحجاب، لا يرى بأمر الحجاب وهو غطاء الوجه والكفين إلى غير ذلك مثل هذه الأمور. فقال ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري: فيه فضل الصرع، وفيه أن اختيار البلاء والصبر عليه يورث الجنة. وقال الحافظ بن حجر فتح الباري: وفي الحديث فضل من يصرع، وأن الصبر على بلايا الدنيا يورث الجنة. وقال الشيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين: هذا دليل على فضيلة الصبر وأنه السبب لدخول الجنة. فهذا هو المقصود أيها الكرام الفضلاء، أن هذه المرأة اللام الذي كان بها لم يكن جنون، إنما كان صارعا كما بينا رعاكم الله. وعلى ذلك أيها الكرام الفضلاء فنصيحتي لكم رعاكم الله: خذوا العلم من أهله ودعكم منها. ولا أنصحكم الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ بن جبرين، الشيخ اللحيدان، الشيخ الفوزان، الشيخ الألباني، الشيخ مقبل الوادعي، أو الشيخ العلامة الخضير، الشيخ العلامة أحمد المختار فقيه المدينة وواعظها. خذوا العلم من أهله ودعكم من هؤلاء أيها الفضلاء الكرام. اللهم ارحم أبي وأخي عمي جحت المسلم على طاعتك، احفظ والدتي وارزقني برها يا رب العالمين، والشافي شفاء الله يغادر سقما، واشفي جميع مرضى المسلمين، واقض حوائجنا ويسر أمورنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا العظمة والسلطان. تم تحرير صوتيا في ظهيرة الجمعة الزهراء الغراء لأربع بقينا من جماد الثاني عام 44 و 43 صعدنا عندي صلى الله عليه وسلم.